والتنسيق تبارك الله بارك الله عامر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن بارك الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. اليوم غادي نبارطاجي معكم فيضان خاص في المغرب، وغادي نبارطاجي معكم فيضان خاص إقليم أزيلان. مع الأسف أخوتي فيضان قوي وسبب كارثة، ودعوا جوج فتيات الحيط ديالهم سبب سيول سبب فيضان. لعليكم وتبع هذا الفيديو من البداية للنهاية، اشتركوا في القناة ديالي وساعدونا باش نوصلوا لقناة 200,000 مشترك، ونتمنى البارتاج ديالكم اخوتي. مع الأسف اخوتي اكتشف هذا الخبر جديد حاليا خاص إقليم أزيلان، فيضان أمطار غزيرة عاصفة رعدية هاجمت على ساكنة إقليم أزيلان وسببت لهم كارثة. أمطار غزيرة عاصفة رعدية هاجمت عليهم وسبت لهم كارثة ما كانوش كينتظروها ساكنة ديال إقليم أزيلان. مع الأسف أخوتي توفوا جوج فتيات، فتيات دهم الواد، كيفاش دهم ما عندناش تفاصيل، غادي نبحثوا غادي نقلبوا ما هو السبب تاع دهم الواد والسيول وانتهت الحياة ديالهم بسبب هذا الفيضان. العقل السليم في الجسم السليم، حذاري ثم حذاري من الفيضان، حيث الفيضان قوي وعاصفة رعدية دائما ربما تكون دابا صافي وقت الشتاء. نتمنوا ان شاء الله يكون خير، نتمنوا باذن الله تجي امطار غزيرة وعاصفة رعدية. ما سمعنا بانه امطار غزيرة خاص في الصحراء المغربية والذهب العيون الداخلة المحبس، هذه المنطقة في الصحراء المغربية بعد المناطق في المغرب ربما تارودانت كانت فيها عاصفة رعدية، بعد المدن في المغرب الأطلس الصغير الأطلس الكبير، هاد المناطق كلهم كانت فيهم العاصفة رعدية. حذاري ثم حذاري من السيول. اش غادي نقول لكم، كما شفتوا الفيديو في البداية الفيضان قوي، السيول خطيرة بزاف خاص في هاد المنطقة ديال أزيلان. الله يرحم هاد الفتيات. غادي نبارطاج معكم اخوتي اي حاجة جديدة على هاد الفتيات اللي داهم السيول، كيفاش غامروا في الواد، كيفاش واش هاجم عليهم الواد ولا شنو كيديروا خاص في الواد، تا داهم الواد وانتهت الحياة ديالهم. فتيات جوج فتيات هادشي اللي سمعنا خاص في المواقع الاجتماعي، يقدر هادشي يكون 100% حيت دائما مرة كنغلطوا ما كنجيبوش الخبر 100%. المهم هادشي اللي تبارطاجا خاص في المواقع الاجتماعي، خاص جوج فتيات هاجم عليهم الواد وداهم، ولكن التفاصيل شنو كانوا كيديروا، واش جاوا باش يكتشفوا الواد ولا كانوا كيلعبوا في الواد، ولا كيفاش داهم الواد، كيفاش هاجمت عليهم السيول وسبت لهم كارثه وانتهت الحياه ديالهم. كامل هذا الشيء غادي نبحثوا وغادي نبارطاجي معكم والمزيد ان شاء الله ديال الفيديوهات ديال الفيضان. وشكرا بزاف بزاف الناس اللي كيشجعونا على الفيضان، هذا النجاح اللي حققنا الحمد لله والشكر لله. غير هذه البدايه، باقي غادي تشوفوا اعلى المشاهدات ان شاء الله بحول الله، ونتمنى المزيد ان شاء الله والعقل السليم في الجسم السليم، حذاري ثم حذاري من العاصفه الرعديه. شفتي عاصفه رعديه دخل الدار رد بالك، شفتي الواد جاي هرب منه ولا تفرج من بعيد، ماشي نجيو نلعبوا مع الواد ولا كنشوفوا بعض الناس كيهزوا التليفونات، غير يوصل الواد بدا يهزوا التليفونات، حكى الواد وصل ها هو. لا الطريقه راه خطيره، انتوما شفتوا جوج فتيات دابا في أزيلان إقليم أزيلان انتهت الحياه ديالهم باش الفيضان والسيول، كيفاش انتهت الحياه ديالهم الله اعلم، حيت هادشي اللي سمعنا حنا قالوا بانه جوج فتيات داهم السيول والله يرحمهم. هادشي اللي غادي نقول الله يرحمهم ويصبر العائله ديالهم والاصدقاء ديالهم، وهذه هي الحياه هذه هي الدنيا، غير انسان يخص يرد البال
ردوا بالكم حذاري ثم حذاري من الفيضان، حيت امطار غزيره وقتها هذه، ودائما كنشوفوا الفيضان العاصفه الرعديه ملي كتجي للمغرب كتسبب لنا كارثه مشكله خطيره، خاص في المدن، خاص في العروبيه، خاص في الدول، خاص في الجبوله. تما مشيتي كتلقى المصائب سبب الفيضان، الفيضان ديال الله سبحانه وتعالى، امطار غزيره ديال الله سبحانه وتعالى، العاصفه الرعديه ديال الله سبحانه وتعالى كتنزل من السماء. ولكن المشكل فين كاين؟ كاين في البشر. غنقول سيدي مكتب ليهم انتهت الحياه ديالهم، ولكن العقل السليم في الجسم السليم. ردوا بالكم، الله يرحم لكم الوالدين، ردوا بالكم، راه السيوره ما معاهم اللعب. بعض الناس كيشوف غير الوادي وبدا يجي حدا الوادي وبدا يصور فيه من هنا ومن هنا، هذا الشيء خطير. حيت الواد يقدر تزلق، كتكون هذيك ديال هذيك الطرب ديال في جنب الوادي، يقدر حتى تجي حكا بغيت نصور وتزلق ويديك، هي جاي بواحد الصوره، الواد كيجي بواحد الصوره، وفي نفس الوقت الواد راه كيجي بسهوله، كيجي بشويه، ولكن مده ربع ساعه كيتزاد، من ساعه غادي يتزاد، ساعه غادي يتزاد اكثر من كتشوف، يقدر ساعتين يتزاد بزاف، حيت دابا الواد كيدعموه الويدان. الويدان كيجيب الماء من هنا، كيجيب من الماء من اي بلاصه، ومن بعد هذا الويدان كيدعموا الواد الكبير، ومن بعد هذاك الماء كيمشي للبحر وكيسبب المشاكل. كنكتشفوا بعض المشاكل خاص، كنشوفوا المنازل ديال الناس كيتهدموا، كنشوفوا بعض الناس طاحوا في الفخ ديال الواد، بزاف ديال الحوايج، وهذا الشيء دائما كيتكرر. دائما هذه المشاكل ديال الويدان دائما كتسبب المشاكل، ولكن الناس ما كيستافدوا. شفتي الواد، رد بالك، هرب منه. شفتي امطار غزيره، دخل الدار ديالك ورد بالك وتعرفي شنو كدير، حيت امطار غزيره عاصفه رعديه، حيت دابا باقي ما بدات الشتاء، بلاتي بدا الشتاء، يقدر هذا العام تكون كله فيضان وشتاء بالخير ديال الله سبحانه وتعالى. اما بالنسبه عاصفه رعديه امطار غزيره ديال بالنفع ديال الله سبحانه وتعالى، انا رايي ما كاين حتى شي مشكل، ما كاين حتى شي مشكل، انا رايي كلشي ديال الله، غير الانسان خصو يرد البال، حيت الا رديتي البال غادي تحمي راسك، وما رديتيش البال غادي طيح في هذا الموقف اللي خطير بزاف. دائما كنشوفوا هذه العاصفه الرعديه كتسبب بزاف ديال المشاكل، كتسبب كارثه بعض الناس، خاص جبوله. اما المدينه كيكونوا الناس سالمين، المدينه كيردوا البال، والمدينه ما كتقدرش السيول يدير خدمته، ما كيقدرش الوادي حيت بلاصتو باينه، الوادي بلاصتو باينه، والمدينه ما كتسبب فيه المشاكل. كاع ربما كاين السيول، كاين الفيضان كيدخلوا للماء، الفيضان للمنازل ديال الناس، وكيسبب لهم بعض المشاكل بسيطه جدا. المهم نتمنى ان شاء الله يكون خير. حنا شاركنا معكم هذا الفيضان، وترحمنا على الفتيات اللي توفوا بسبب الفيضان، خاص في اقليم الزلال، حذاري ثم حذاري. ما سمعت بانه امطار غزيره خاص في الاقاليم الجنوبيه، في الصحراء المغربيه، خاص والذهب، العيون الداخله، المنطقه ديال المحبس، هاد المناطق كامل الاقاليم الجنوبيه في الصحراء المغربيه كلهم غادي تكون فيهم العاصفه، والله اعلم. اذا امطار غزيره بعد يومين، هذه كانت العاصفه الرعديه خاص في الصحراء المغربيه بواحد الطريقه خياليه، امطار غزيره قويه، الناس فرحوا بهذا الشتاء، الاقاليم الجنوبيه الناس خصوصا الفلاحين والكسابه هما الاحلام ديالهم تكون الشتاء، اللي كتكون الشتاء كتكون الشتاء من بعد 15 يوم 20 يوم كيكون الربيع، والفلاح كيتمتع خاص بالربيع، وفي نفس الوقت كيستافد هو دابا، هو الربح ديالو هو هذا الفيضان. ربما الشتاء ملي كتكون الشتاء الربح ديالو خاص الفلاحه ديالو، واي حاجه كيكسبوها خاص كيديروا الزراعه، الزرع كما كنقولوا حتى هما كيستافدوا من هذا الشتاء. امطار غزيره كلها نفع، راه ما حتى شي مشكل. كنشوف بعض الناس مشكله هذه، مصيبه هذه، لا ما تقولش هكا. الشتاء ديال الله سبحانه وتعالى، امطار غزيره ديال الله سبحانه وتعالى، وانت ديال الله سبحانه وتعالى، والله هو اللي كيحميك، ولا حد كيحميك، والضامن شكون هو؟ الله سبحانه وتعالى فقط، قدر الله اللي نزل عليه. عادي، هذه الحياه، هذه الدنيا، كل واحد باش كتنتهي الحياه ديالو مع الاسف. ايوا ان شاء الله يكون خير، وحنا شاركنا معكم هذا الفيضان ديال الازلال، هذه غير البدايه، غادي نحاولوا نبحثوا ونشاركوا معكم بعض الاوديه الجداد. المهم اي حاجه توصلنا بها غادي نبارطاجيها معكم، وان شاء الله يكون خير. وشكرا كاع الناس اللي دعمونا بعد هذا النجاح اللي رائع جدا، خصوصا في هذه الايامات،
حققنا اعلى المشاهدات الحمد لله والشكر لله، وهذا الشيء كله بالخدمه ديالي وبالتركيز ديالي، وعرفت كيفاش نشتغل، تقاتلنا غامرنا خدمنا عرفنا كيفاش ننجحوا. ما هو سر النجاح؟ غنقول لكم كيما خدمنا في شهر واحد شهر جوج شهر ثلاثه هاد الطريقه، شكون اللي تغير كيما قلنا في اللايف، قلنا بانه النيفو اشتغلنا على النيفو فقط، النيفو اللي اشتغلنا ما الخدمه باقيه هي هي، ولكن من بعد شهر 10 شهر 11 ما غاديش تشوفوا بحال هاد الخدمه، غادي تشوفوا خدمه جديده على الفيضان بواحد الطريقه جديده واعره، يقدر نوصلوا اعلى المشاهدات باذن الله. وهذا الشيء كنتمناو حنا اش غادي نقول لكم، الا نجحنا هذا هو المهم عندنا، كنشتغلوا كنخدموا. وثاني حاجه نقولها لبعض الناس اللي كيقولوا نقاط حط لنا الفيضان كل نهار، هذه قناه ديالي نحط فيها اللي بغيت، نحط الفيضان، هادشي بعيد عليكم، ما عندكمش الحق تقولوا لي هكا كتحط لنا الفيضان كل نهار، عجبك مرحبا، ما عجبك لغي لي اشتراك وتهنا. السلام عليكم، وهذا القرار كيبقى ديالي، وكنطلب منكم ما عمركم شي حد يدخل لي في خدمتي ولا يقول لي دير هادي ولا ما ديرش هادي، هذاك الشيء بعيد عليكم تماما، هادشي ديالي انا، قناه ديالي نحط فيها اللي بغيت، نهضر على الصحراء المغربيه، نهضر على ندير الفلوغات، ندير المقاليب، ندير التحديات، ندير الفيضان، هذيك خدمه ديالي انايا باش نكون واضحين، كلشي ديالي. ما نتمنى هذا الميساج يوصل لكم بانه عمركم شي واحد قال لكم دخلوا سوق راسكم. شكون كيدخل بين الضفر لوسر، هادشي اللي كاين باش تكون واقعي، الفاهم يفهم، خدمتي هي هادي، ما تقوليش هكا كتحط لي الفيضان كل نهار، سوقك اخويا، سوقك اختي، شبيني وبينك باش تقول لي حط الفيضان، كتحط الفيضان كل نهار، هذيك حياتي نحطهم انا 24 ساعة على 24 ساعة، القناة ديالي شبيني وبينك، عجبك مرحبا، ما عجبك لقيني اشتراك، انت ولا انت، هادشي اللي كاين بعد الاعداء ديال بزاف اللي حاسدينا، نتمنى الله يعفو عليهم، هادشي اللي كنتمنى، عذبناهم، فقسناهم بعد النجاح ديالي، و ان شاء الله يكون خير، نتمنى ديروا عقلكم واحد شويه وسيروا في شي حاجه تنفعكم، ديروا في شي حاجه تنفعكم، بزاف بزاف بزاف، عطاو تسع بزاف، تسع بزاف ما عندكم باش تديو منه باش تنقص منكم، انا باش نقول لكم اللي كاين، بزاف راه كنعرفو انا، هو راه ماشي دري صغير، هذيك المدرسه فاش قريتو قرا قبل منكم، غير شوفوا لكم شي بلاصه اخرى، نتمنى الرساله توصل. ما كنبغي كاع نهضر على هادشي، ولكن بعض الناس كنشوف في التعليقات السلبيه يبدا يسبونا يعيرونا، هادشي كامل علاش؟ اش بيني وبينكم باش درت لكم القناه ديالي؟ تحياتي لكم اخوتي، شكرا لكم على اللايكات ديالكم، على الدعم ديالكم، هاد الميساج ماشي لي فان ديالي، ماشي الناس اللي كيحبونا، ماشي الناس اللي كيشجعونا، الناس اللي كيحبونا اللي كيشجعونا كيديروا لنا اللايك، راكم في القلب، راكم دائما في القلب، وكنحبكم وكنبغيكم، ولكن الاعداء لا حول ولا قوة الا بالله، نتمنى الله يعفو، هادشي اللي كنتمنى، حيت داكشي اللي كنشوف في التعليقات السلبية كثر السبان والمعيور، اش بيني وبينكم؟ اش درت ليكم باش تسبوني وتحيروني؟ وكنشوف عباد الله القرى، القرى فيه السبان، مالكم واش ما قاريينش؟ ما قريتوش في المدرسة؟ ما فهمتش، لا حول ولا قوة الا بالله، هادشي اللي كاين، اما اصحاب ليكم التعليقات السلبية غادي يسبب شي حاجة لليوتيوبرز، يوتيوبرز والو ما يتسوق لداكشي نهائيا، تسبني ومبلوكيك، صافي، وانا مستغامر على خدمتي، وغادي نوصلوا ان شاء الله مليون مشترك ان شاء الله، وغادي نحققوا الحلم ديالنا باذن الله. بلا بيكم بلا هاد الاعداء بلا حتى شي واحد، حنا عندنا لي فان ديالنا، وعارف انا شنو عندي المتابعين ديالي والناس اللي كيشجعوني، بعض الناس كيقول لك الفيضان ماشي شي محتوى، علاش الناس دايرين ليه 20000 لايك؟ كاينين الفيديوهات 20000 لايك خاص في الفيضان 4000 6000، لقى واحد النجاح كبير ولقى واحد التفاعل كبير مع الناس، عجبهم هذا الفيضان، حيت كنديرو انا بواحد الطريقه رائعه جدا، والناس كيشجعونا وكيديروا لينا ابوني كيشتركوا في القناه ديالي، هادشي كله زوين رائع جدا. المهم نتمنى الميساج يوصل، العقل السليم في الجسم السليم، حذاري ثم حذاري من العاصفه الرعديه من امطار غزيره، دائما ردوا بالكم وخدموا عقلكم قبل ما يهاجم عليكم شي واحد ولا شي حاجه، يا ربي السلامه. المهم غادي نبحثوا وغادي نكتشف لكم التفاصيل على هاد الفتيات اللي هاجم عليهم السيول وانتهت الحياه ديالهم. اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وبقى غير نوري لكم الدرع ديالي، ها هو اخوتي كما كتشوفوا الدرع ديالي عزيزي عليا،
هذا اللهم تعشر معايا هذا هو الصديق ديالي ديال بصح. ساعدونا باش نوصلوا ديال مليون مشترك الدرع الذهبي ان شاء الله قادرين نوصلوه، غير نشتغلوا ونتوقفوا في نفسنا غادي نحصلوا على مليون مشترك. خصنا عام 2023 نكونوا واصلين مليون مشترك. تحياتي لكم اخوتي، شكرا لكم كاملين، تهلاو.